معانا النهارده 10 كلمات في الانجليش بنسبه كبيره انت بتنطقها غلط. Let's get started. قبل ما ابتدي بس اقول الكلمات في الانجليش اللي بتنطقها غلط، انا مش قصدي خالص ان انا مثلا اتنور على نطق حد او حاجه زي كده، احنا بس قصدنا ان احنا نبين النطق الصحيح عشان النطق من الحاجات المهمه جدا في انك تتعلم انجليش او تخلي الناس اللي انت بتكلمهم يقدروا يفهموك. هكتب لك كمان الكلام بالانجلش عشان لو انا كنت بنطق بسرعه شويه او ما خدتش بالك ايه الكلمه اللي اتقالت صح وايه الكلمه اللي اتقالت غلط. اول كلمه معانا هي كلمه وومن، والنطق بتاعها العادي خالص وومن، لكن الجمع بتاعها بيبقى ومن. وي مان. I meet lots of women in my job. Prepare يعني حضر، مش prepare خالص عشان في ناس بحس ان في حاجتين بيجوا ورا بعض كده، هي prepare تاني مش prepare. Example: every day I prepare myself for my university. Tonight مش tonight, tonight بكرة. Tomorrow مفيش برضه tomorrow. في الغالب لو عندك كلمة فيها T و O والكلمة دي بتتكون من أكتر من مقطع، ال O ما بتتقالش تقريبا خالص أو في حاجة صوت خفيف اسمه شوا، فالمهم T T. Okay, I'm meeting you tonight. I'm meeting you tonight. هقابلك النهاردة بالليل. Yesterday. Okay, مش yesterday. It's yesterday. Yesterday. ما تنطقش الـ R التانية وقول yes, yes. I visited my mother-in-law yesterday. I visited my mother-in-law yesterday. كلمة comfortable اللي احنا بننطقها comfortable. 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 I feel comfortable when I teach. I feel comfortable when I teach. الكلمة دي تقريبا ما فيش حد بياخد عندي كورس ونطقها صح، مع ان نطقها سهل جدا، بس هو السبيلنج بتاعها التريكي شوية، يعني السبيلنج بتاعها يخدعك شوية، وهي كلمة close. تمام، اسهل نطق ليها انك تنطقها زي ما بيقفل يفتح ويقفل الباب، قول close close، لكن ما فيش حاجة خالص اسمها closes. Comment. Okay. ودي موجودة جدا مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك، حتى مذيعين كمان بيغلطوا فيها. مفيش حاجة اسمها comment. Okay. مش معنى في اتنين ام يبقى في شدة في الانجلش. Okay. اسمها comment. Okay. Leave a comment and I'll answer you for sure. يوم الأربعاء مفيش حاجة اسمها Wednesday. سيبك من الإيه في النص كده. Wednesday. Wednesday. ويوم الخميس دي أنا قلتها كذا مرة في كذا فيديو، مش Thursday، هي Thursday. Thursday. كلمة sweet وكلمة suit، واحدة بمعنى بدلة والتانية بمعنى جناح في hotel أو حاجة. أول مرة كلمة hotel دي من الكلمات الشائعة جدا في النطق، مفيش حاجة اسمها hotel، اسمها hotel. أوكي. كلمة اسم مستعار، كلمة اسم مستعار في الإنجليش اسمها pseudonym، مش pseudonym، pseudonym. يمكن لخبطها عشان اسم مستعار الناس بتفتكر في الاخر name. My pseudonym is what? حمادة. Okay, you can't call me حمادة whatsoever. ال pronunciation ما فيهوش سحر ولا حاجة، وأي حد وصل في النطق المرحلة المتقدمة وجايبة من natives، كل اللي عملناه أنا وغيري واللي يقول غير كده يبقى غلطان، إنه كان بيكرر بالذات في وسط جمل. أغلب ال words النهاردة والكلمات أنا اديت عليها examples، حاول على قد ما تقدر تحط عليها كمان examples من عندك وقولها بسرعة على قد ما تقدر. يعني لو اتعلمت حاجة جديدة في الفيديو النهاردة please share and like. Thank you and wish you all the best.